للأسف لا يوجد علاج شلل الرعاش الباركنسون في هذه المرحلة، لكن هناك العديد من الخيارات العلاجية المتاحة التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض شلل الرعاش باركنسون وتحسين نوعية الحياة بشكل كبير. العلاج بالعقاقير هو الدعامة الأساسية لعلاج شلل الرعاش الباركنسون. العلاج الطبيعي وعلاج النطق قد تكون مفيدة أيضا بالاقتران مع الأدوية، وعدد معين من المرضى يمكن أيضا أن يستفيدوا من التدخل الجراحي. علاج شلل الرعاش الباركنسون قد يختلف من شخص إلى آخر، ويعتمد على العديد من العوامل مثل الأعراض عند بداية المرض، وجهة الجسم الأكثر إصابة بالمرض مقارنة بالجهة الأقل إصابة، والعمر عند الإصابة بالمرض. قد تكون هناك حاجة إلى بداية مبكرة للعلاج بالعقاقير للشخص العامل بخلاف الشخص المتقاعد بسبب الصعوبة في الاطلاع بالأعمال المتصلة بالعمل. يتم استخدام الأدوية عادة قبل أو عند بداية تأثير حياة المريض اليومية بسبب المرض. ومن المهم أن نأخذ في عين الاعتبار أن هذه العقاقير لن توقف تقدم المرض، إلا إنها تقلل من الأعراض الخاصة به، لذلك ستسهل عليك الاطلاع بأنشطتك اليومية. الأدوية المستخدمة للعلاج قد تكون لها بعض الآثار الجانبية المحتملة. يجب أن تستخدم الأدوية فقط حسب تعليمات الطبيب، ويجب ألا تعدل الجرعات دون استشارة طبيبك. هذا هو ملخص للأدوية المستخدمة لشلل الرعاش الباركنسون، ولكن يجب أن تتبع تعليمات طبيبك المتابع بدقة. ليفودوبا، روبينرول، براميبوكسول، رازاجيلين، سالجيلين، أمانتادين، ترايهكسيفينيديل. يجب تناول الأدوية في الوقت المحدد وفي الجرعة الصحيحة حسب تعليمات الطبيب. ناقش مدى فعالية الدواء والتأثيرات الجانبية مع الطبيب المعالج من خلال زيارات منتظمة. يجب عليك أن تستخدم الصيدلية نفسها لصرف الدواء باستمرار، وذلك لأنهم يملكون التاريخ الدوائي الخاص بك، مما يقلل من احتمال شراء أدوية دون وصفة طبية يمكن أن تتدخل مع علاج شلل الرعاش الباركنسون. حاول دائما أن تشرب كوبا من الماء مع كل جرعة من الدواء الخاص بك ليساعد في عملية امتصاص الدواء. يجب عليك أن تبتلع أقراص الدواء دون قضمها أو مضغها، وهكذا لتتم الاستفادة من محتوياتها بشكل أكثر كفاءة.